أهلا وسهلا بكم في حكاية جديدة. حكايتنا اليوم هي أيضا من التراث العالمي. الحكاية بعنوان الخياط الصغير الماكر، وكما اعتدنا أن نقول كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. كان في صبيحة يوم من أيام الصيف أن جلس الخياط الصغير قرب النافذة يخيط ثوبا حريريا وهو يعمل بهمة عالية. مرت في الشارع امرأة تبيع المربى فاشترى منها علبة، وفي الحال أحضر قطعة كبيرة من الخبز فطلاها بالمربى ثم وضعها جانبا ريثما يفرغ من عمله فيأكلها. وما أن فاحت رائحة المربى في الغرفة حتى اجتذبت عشرات الذبابات. صاح الخياط الصغير بالذبابات منزعجا: أنا لم أدعوكن إلى تناول الطعام أيتها الحشرات المقيتة. غير أن الذبابات لم تأبه بصياحه، بل على العكس تزايد عددها. استشاط الخياط الصغير غضبا فتسلح بمسطرة وحاول أن يضرب هنا وأن يضرب هنا وأن يضرب، ومرة أخرى. عندما اكتشف الخياط أنه قد أردى ما لا يقل عن 7 منها بضربة واحدة، قال لنفسه مزهوا: أنا قوتي الخارقة، سوف ينتشر الخبر في المدينة كلها فيتناوله الكبار والصغار. فما كان منه إلا أن صنع حزاما وطرز عليه العبارة التالية بحروف كبيرة: 7 بضربة واحدة. كان الخياط الصغير يزداد حماسة وتباهيا كلما فكر بعمله البطولي، فابتغى أن يشيع بنفسه خبر انتصاره، فشد الحزام على وسطه وتزود ببعض الزاد وأغلق مشغله وذهب إلى المدينة وهو يقول: 7 بضربة واحدة! 7 بضربة واحدة! 7 بضربة واحدة! ذهب الخياط الصغير صعدا فبلغ قمة الجبل حيث التقى عملاقا يتأمل القرى الوادعة، فاقترب منه وقال له: مرحبا أيها الزميل، أنا ذاهب لغزو العالم، ألا ترافقني؟ رمقه العملاق بازدراء واستخفاف، قال له: أنت؟ فلست سوى جرثومة. عندئذ كشف الخياط رداءه وأشار إلى حزامه الذي كتب عليه: 7 بضربة واحدة. نعم، 7 بضربة واحدة، عظيم. اقرأ بنفسك ما كتب عليها، حتى أن الأطفال قد عرفوا أنها 7 بضربة واحدة. حين قرأ العملاق العبارة 7 بضربة واحدة، تبادر إلى ذهنه أن المقصود 7 رجال قام الخياط بقتلهم، فرماه بنظرة فيها شيء من التقدير. وحتى يتحقق من ذلك ومن مدى قوة هذا الخياط، اقتاد العملاق هذا الخياط إلى البيت. قبل أن يقتاده إلى البيت قال له: ساعدني على إخراج هذه الشجرة من الغابة. فأجابه: احمل أنت الشجرة من جذعها، وأما أنا فأحملها من أغصانها. كان ذكي جدا. حمل العملاق جذع الشجرة فما عاد قادرا على التلفت إلى الخلف. أما الخياط الماكر كان جالسا فوق غصن غير مبال به، وهو ينهض بحمله في جهد ومشقة هذا العملاق. بعد حين صرخ العملاق حائرا: أوه لقد أعياني التعب لنتوقف قليلا. فما كان من الخياط إلا أن ترجل سريعا وراح يسخر من العملاق، فقال له: برغم ضخامتك فأنت لا تستطيع حمل الشجرة.
لما شعر العملاق أن الصبي قد أهانه واستهان به قال له: أنا أعيش مع عملاق آخر في مغارة قريبة، وبما أنك مقدام فلتحل ضيفا علينا هذه الليلة. فأتته الموافقة الفورية، وما كادا يصلان إلى المغارة حتى أبصر العملاق الآخر جالسا قرب النافذة وفي يديه قطعة ضخمة من الشواء وهو يتأهب لالتهامها. بعد أن تقاسم العملاقان وضيفهما الطعام بنهم أرشداه إلى السرير لينام فيه. وحين وجد الخياط أن السرير كبير والخياط صغير الحجم قال: سوف أتمدد على الأرض وأنام. ولكن عند منتصف الليل، لأن العملاقين متيقنان من أن ضيفهما مستغرقا في النوم، فقد تناول أحدهما قضيبا من الحديد وأهوى به على السرير فحطمه، وكان في نيته أن يقتل الخياط الصغير الماكر. وفي الصباح صاح الديك معلنا أن الصباح قد حان. غادر العملاقان مأواهما وهما يظنان أنهما قد قتلا الصياد. وبينما هما منشغلان بجمع الحطب إذ شاهداه مقبلا نحوهما معتزا بنفسه فرحا فخورا شديدا وهو يمشي. العملاقان أصابا بالدهشة وتابع الخياط الصغير مساره. وصل إلى ساحة يتصدرها قصر عظيم، ومن شدة تعبه أخفى فوق كومة من القش. وأثناء غفوته اقترب منه بعض المرة، فقرأوا العبارة المطرزة على حزامه: سبعة بضربة واحدة. فجعلوا يتهامسون: إنه ولا ريب من السادة. وبأسرع من النار في الهشيم بلغ الخبر الملك، فدعاه إلى قصره من شدة إعجابه ببأسه. وقام الملك بوضعه أيضا قائدا للحرس. ما حظي به هذا الغريب أدى إلى امتعاض العسكريين الذين أمضوا في خدمة الملك جل عمرهم، فسألوه أن يصرفه. أسف الملك لأنه لم يتبصر في قراره. في الوقت عينه هو يخشى انتقام هذا الخياط في حال استغنى عنه. بعد تفكير عميق لمعت في ذهن الملك فكرة، فما كان منه إلا أن استحضر الخياط الصغير فمثل بين يديه. قال له الملك: في الغابة عملاقان يعيثان فسادا، يقتلان ويحرقان بالنار. خذ بعضا من رجالي معك، ولئن أخضعتهما لأزوجنك ابنتي الوحيدة وأهبك نصف مملكتي. همس الخياط الصغير لنفسه: هذه المهمة لا تليق إلا برجل مثلي. قد أقبلت الدنيا علي. أخذ الخياط على عاتقه تنفيذ هذه المهمة، ولأنه واثق من قدرته على إخضاع العملاقين. لما بلغ طرف الغابة على رأس ثلة من الجنود قال لهم: انتظروني هنا، فأنا أفضل القيام بهذا العمل وحدي. أوغل في الغابة بشجاعة مسلحا بسيفه فقط. بعد حين أبصر العملاقين اللذين حاولا قتله في المغارة نائمين في ظل شجرة، ومن شدة غيظهما كانت الأغصان فوقهما تتحرك وكأن الريح تزعزعها. ملأ الخياط الماكر جيبه بحصى صغيرة ثم ارتقى إلى الشجرة فاختبأ بين أوراقها في البداية. أسقط بعض حصيات على صدر العملاق الأول فاستفاق ليعنف زميله صارخا في وجهه: لماذا تضربني؟ فرد عليه الآخر مزمجرا: أنا لم أفعل شيئا، اذهب إلى نومك. بعد لحظات أسقط الخياط حصيات أخرى على العملاق الثاني، فانتفض كمن
به مس، ودارت بين العملاقين معركة حامية، ومن فرط غضبهما فقد اقتلع كل منهما الشجرة وراحا يضربان بعضهما بوحشية، ولم ينجل غبار المعركة إلا والموت قد ساراهما معا. عندئذ هبط الخياط الصغير على الشجرة فاستل سيفه وطعن العملاقين عدة طعنات، ثم عاد إلى الجنود ليعلن لهم انتصاره قائلا بترفع واستكبار: لقد تخلصنا من مجرمين شرسين عبث طويلا بأمن الدولة. أراد الجنود أن يتحققوا بأنفسهم مما يزعمه، فرجعوا إلى أرض المعركة، ولما وجدوا العملاقين جثتين هامدتين تثبتوا من شجاعة هذا المحارب المقدام. أوفى الملك بوعده فزوج الخياط بابنته كما وهبه نصف مملكته. وهذه حكايتي لهذا اليوم، حكاية الخياط الصغير. هل أعجبتكم؟ نعم. هل كانت جميلة؟ نعم. إذن على أمل أن نلقاكم في المرة المقبلة مع حكاية جديدة.